أحبائي وأعزائي، أغلى مشاهدين في الدنيا، كل لحظة وحضراتكم طيبين. أجمل وأرق التهاني بالسنة الجديدة 2024، وبعيد الميلاد السعيد المجيد، وبالأعياد كلها. كل عام وأنتم بألف مليون خير يا رب، علينا جميعا وعلى بلادنا وعلى بيوتنا وعلى حياتنا كلنا. أهنئكم بالأعياد. وبادئ دي بادئ بعتذر عن المرتين اللي فاتوا، كان غصب عننا بسبب الضغوط في يعني اخذنا منكم اجازه، او اديناكم مننا اجازه ريحناكم شويه، ونعود للقاءاتنا المتكرره كل اربع من كل اسبوع الساعه 9 مساء في برنامجكم ساعه ونص مشوره. شرف كبير اكون معاكم وضيفكم دكتور مجدي سعد. عنوان النهارده ايه؟ عنوان النهارده الاسم كبير شويه لكن مهم للغاية، لأن هكلمكم عن مرض نادر، إن محدش يعرف، نادر المعرفة يعني، لكنه ورد من أهم أمراض الدنيا. مش قصدي نادر المعرفة يعني محدش، يعني قصدي نادر الناس تعرف عنه معلومات مهمة. يعني عنوان المرض ده اسمه ضغط الدم المرتفع، وعنوان الحلقة بتاعتنا 16 علاج لضغط الدم بدون أدوية. وليه اخترت الموضوع ده؟ لانه الحقيقه الموضوع اللي بتكلم فيه في منتهى الاهميه لسبب بسيط جدا، انه هذا المرض يصيب 26% من سكان الكره الارضيه، اكبر نسبه اصابه للامراض في العالم. بالبلدي كده يعني ربع الناس، يعني من كل اربعه قاعدين بيسمعوني في واحد عنده ضغط. هذا المرض الشديد القسوه بيسموه القاتل الصامت. ليه بيسموه القاتل الصامت؟ لانه غالبا في 90% ما فيهوش اعراض، ولا تظهر الاعراض الا بعد مرور سنين من الصمت. ثم يفاجئك الضغط بمشاكل. بعد الف شر عليكم، هنتكلم عن المشاكل في عجاله، لكن مشاكل وحشه. لان الضغط ده عباره عن ارتفاع في ضغط الدم جوه الشريان، والشريان دي عباره عن شبكه من الميه او من الدم، يعني واسكه من اول راسك لغايه رجلك، شبكه طويله. وللي يحب يعرف، لو انت مسكت شبكة الدم دي فردتها على الارض تعمل مساحة 100 متر مربع، يعني شقة صغيرة لو اتفردت على الارض. تخيل قد ايه كمية الدم اللي ماشية في جسمك، عبارة عن شعيرات كثيرة من الدم ماشية من فوق لغاية تحت. لما الضغط بيعلى جوه الشريان، هو له ضغط محدد نتيجة انقباض القلب، الدم بيتدفق من القلب من المضخة عشان يلف في الدم كله. فاذا الضغط اترفع الشريان بيفتح قوي، فيحاول يحمي نفسه انه عشان ما يتمزقش، فلما يحمي نفسه يقبض ينقبض. اذا استمر الضغط في الارتفاع، العضلات المحيطة بالشرايين تتضخم، فالشريان يضيق، وبعد شوية اما يفلق زي الخرطوم القديم او يتسد نتيجة تكوين جلطات. وحدث بقى ولا حرج، مشاكل في العين ومشاكل في القلب ومشاكل في الكلى ومشاكل في الرئتين ومشاكل في الأطراف ومشاكل في الأعصاب، شبكة المية كلها تتأثر. فبعد الشر عليكم، نلاقي واحد جاي لنا في منتصف العمر الأربعينات خمسينات يقول لك يا دكتور أنا ابتديت أحس بتنميل في وشي، أو ابتدى لساني يتقل، أو ابتدت عيني ما أشوفش بيها، أو ابتدت إيدي تقف، جات له جلطة في المخ. منين؟ من ضغط مركون. أو يعمل تحاليل كده يلاقي مستوى الكرياتينين عالي، من ضغط مركون أثر على شرايين الكلى. فمن فضلكم موضوع النهاردة مهم جدا لحضراتكم، ان في ربع سكان الكرة الارضية لا يعلمون ان عندهم ضغط. والحل الوحيد من فضلك في الحلقة دي بعد ما نخلص وتجيب ورقة وقلم وتكتب معايا اللي هقوله ده، رجاء ان كل واحد يقيس ضغط الدم. واللي بقوله المعلومات دي على فكرة بقولها من اهم يعني جامعتين في العالم، او منطقتين دراسيتين في العالم، كل اللي بقوله ده جاي منهم، سواء هارفارد يونيفرسيتي او مايو كلينيك. كل المعلومات اللي انا قايلها متسجله في ابحاث في هذا المكان. بس كمقدمه، اذا كنت انا بقول اوعى وقت يعني تنسى الموضوع ده، ان في 16 طريقه لتخفيض الضغط بدون ادويه. النصيحه الاولى قبل ما اقول ال 16 طريقه، اوعى توقف الدواء. يعني وانا بتكلم في الحلقه ما حدش يكون سامعني يقول لك الدكتور مجدي بيقول وقفوا الادويه. صدقني ما بقول، حياه غلاوتك ما بقول، حياة الترابيزة دي ما بقول، حياة القميص اللي أنا لابسه ما بقول، ما بقولش لحد يوقف الدواء، ما توقفوش من دماغك. أنت تعمل الطرق دي وبعد شوية تراجع ضغطك، هتلاقي ضغطك اتحسن، وقد باستشارة طبيبك ينصحك
بتخفيف جرعات الدواء التي قد تصل إلى توقيفه إذا استمر في ضغطك في الانخفاض بهذه الطرق اللطيفة البسيطة اللي أنا هتكلم عليها. اوعى تمنع الدواء. واللي أنا بقوله ده محتاج يتطبق لمدة 2 لـ3 شهور، يعني مش هنقفل التليفون بعد الحلقة نقول إيه بطلت الملح الاتنين الضغط اتظبط، لا ده أنت محتاج تاخد وقت طويل عشان تظبط هذا الكلام. ملحوظة برضو لطيفة أقولها قبل لسه ما ابتديتش 16 نقطة لسه بسخن أهو. إنه الناس اللي بتقول الضغط يعني صداع، هذا الكلام أنا آسف كلام فارغ. الصداع بتاع الضغط ده بيجي في 10% بس من الناس، يقول لك الضغط اترفع جالي صداع. ده عرض نادر مش كل الناس بتشتكي منه لسبب بسيط. إلا لو صداع فجائي يعني الضغط اترفع مرة واحدة. يعني حياتك في سبب رفع الضغط الأرقام غير مسبوقة اللي بيسموه الضغط الخبيث. انما لان الضغط بيترفع سنه سنه فالشريان بيتمدد سنه سنه ثم ينقبض دفاعا عن نفسه سنه سنه، فالمخ ما يحسش بالصداع. الصداع يجي ده مع الضغط المفاجئ اللي هو بقى بتسمع فيه ارقام خزعبليه 220 على 140 والكلام ده. فالصداع من الحاجات النادره. يبقى الكم نصيحه المهمين، مش هنوقف الدواء، هنسمع النصايح ونراجع الضغط بتاعنا، لازم كل واحد يقيس ضغطه ويعرفه. في نصيحة تانية قبل ما ابتدي، يا ترى الضغط الطبيعي كام؟ هو الضغط الطبيعي في العالم كله 120-80. ده انا عايز اقول لك كمان ملحوظة، ان بعض الكتب بتقول لا قلله كمان سنة، يعني لو وصلت ال 85 يعني 120-85 يقولوا عليه هاي نورمال. عند التسعين لا، اتفق العالم كله لك لا ده كده بقى لازم تتعالج، على الاقل انك انت تقلل الملح زي ما هنقول بعد شوية. ثانيا ملحوظة كمان من الملاحظ المهمة، لو سمحت اوعى تستعجل تاخد دواء اذا كان ضغطك عالي. لابد من ارتفاع مستمر في الضغط تحت ظروف عادية. تقول لي يعني ايه يا دكتور؟ اقول لك انت لما بتجن العيادة نقيس لك الضغط او بتروح لاي دكتور تقيس الضغط، الدكتور لما يقيس لك الضغط والايه عالي مش بيقولك انت عندك ضغط، يقولك اسبوعين وتعالالي اسبوعين وتعالالي اسبوعين وتعالالي، لازم يقيسه 3 مرات بين كل مره والتانيه اسبوعين على الاقل. اذا لقى ان الضغط على طول عالي يبقى انت مريض ضغط. فلا بد ولازم تكون في حاله هدوء، يعني لازم تكون نايم على السرير ده لدرجه بيحطوا بريكوشنز كده، يقولك لازم تبقى نايم وتقعد 10 دقايق الدكتور يدادي فيك، وازيك يا مدحت عامله ايه يا ام ساميه، يقعد يهدي فيك يعني وازاي صحتك. واحيانا طلت الدكتور نفسها تخض، يسموه ضغط البلطو الابيض، بيسموه وايت كوت هايبرتنشن، من الخض بقى داخل العياده انت شكلك يخض وكشفك يخض وممرضتك تخض وقطتك تخض وقميصك يخض فتخض. فيقول لك لا استنى شويه، كرر قياس الضغط كذا مره، علما بان الضغط احيانا بيعلى لاسباب طبيعيه. يعني الواحد لما بيجري ضغطه بيعلى، هل ده يبقى مريض ضغط؟ لا. اما بيخش الامتحان ضغطه بيعلى، هل ده مريض ضغط؟ لا، بعد الامتحان المفروض بينزل. بيتكلم مع مراته ضغطه بيعلى، اه طبعا لازم يعلى، ويمكن يجيله انفجار خفيف في المخ، تسمع طرقعه لطيفه خفيفه، تلاقي صوت جميل وتخلص. طبعا بتتخض لما تتكلم مع او مع يعني اه ضغطك يعلى. بينزل المفروض بعد ما تنتهي الخناقه الطويله العريضه بتاعت 12 بالليل اللي هي بتبدا 12 وتنتهي 2 دي المشهوره، ضغطك يتهد في الارض وتخش تنام تصحى كويس. فالضغط بيعلى وينزل، لما بتسوق العربية ضغطك بيزيد، لما بتتعصب ضغطك بيزيد. طالما بيعلى وينزل يبقى انت لسه مش مريض، لكن علي وعلق فوق ما نزلش يبقى حضرتك ايه مريض ضغط. حلو كده. نبدأ بقى في 16 نصيحة، ورقة وقلم الله يبارك لك وتعالى جنبي اكتب معايا ان شاء الله الافكار الرئيسية، والحلقة هتبقى موجودة متسجلة قدامك تسمع كل الكلام اللي انا هقوله. 1، النصيحة الاولى، اضطراب مستوى فيتامين د لفترة طويلة يؤدي إلى ارتفاع الضغط. مع ملحوظة غريبة، فيتامين د، فيتامين دي، إذا نقص وهو مشهور بالنقصان في مجتمعنا المصري بالذات والعالمي بالذات، لأننا ما بنتعرضش فترة كافية للشمس، ولما بنشوف الشمس بنبقى لابسين كمام أو هدوم مغطيانة. الشمس لازم على الأقل تبقى كاشف دراعاتك وتقعد في الشمس 10 دقايق في شمس الصبح بدري او شمس اخر النهار بعيد عن الاشعة، ومش من وراء ازاز، وما بناخدش فيتامين د بشكل كافي. ولما بناخده بناخده من غير زيت او من غير لبن، لان فيتامين د فيتامين دهني يمتص في وجود الدهون.
فالنصيحة المخلصة قيس فيتامين د عندك. أول حاجة بنعملها إحنا كأطباء على فكرة، لا وكمان مش بس قرع الضغط، بس بسرع الضغط والحالة المزاجية والهرمونات والحالة الطاقة الجسدية، ويعمل خمول واضطراب في الذكورة أو الأنوثة أو الهرمونات. فيتامين د ده فيتامين مهم جدا لأن نشاطه وحيوية الجسم كله، ومهم لتنظيم انقباض الشرايين. فنقيس فيتامين د، اذا لقيت فيتامين د بتاعك تحت رقم 30 انت مريض نقص فيتامين د، ويفضل تفضيلا كثيرا انه يقترب من رقم 50، يبقى انت راجل كويس كده. واذا خدنا فيتامين د شروطه فيتامين د 3 مش 2، فيتامين دي 3، تتاكد انه مكتوب رقم 3 على العلبه، الوحدات لا تقل عن 5000 وحده يوميا لمدة 3 شهور، يشرب أو يؤكل مع شيء دهني، يعني بق لبن، معلقة زبادي، غمزة فول بزيت، حاجة فيها دهون، لأن الفيتامين د ده زيت، فلو حطيت زيت على مية، هل يختلط الزيت بالماء؟ لا يختلط سيدي القاضي الزيت بالماء، زي ما عارفين الإفيه المشهورة، اختلطش، ينزل يعوم زي ما هو. ثم التعرض للشمس ليس من خلف زجاج، يعني مش من وراء إزاز، مع كشف اليدين تكشف وشك وتدعي، فاهم الفكرة ازاي؟ وفيتامين ده اللي يتكون في جسمك تحت الجلد طبيعي، مع الفيتامين اللي بتاخده من بره هتلاحظ ان ضغطك تحسن تحسن ملحوظ. القاعدة الاولى اضبط فيتامين ده. 2، تاني حاجة زيادة الوزن، اضبط وزنك، لوحظ ان هناك علاقة وثيقة بين الوزن الزائد وبين ارتفاع ضغط الدم. قول لي ليه؟ ليه؟ لان لما الوزن بيزيد القلب محتاج يبذل مجهود عشان يدفع الدم للدهون الكتيرة اللي موجودة في جسمك، فبيبذل جهد شديد، ده عبء على عضلة القلب وعلى الشرايين، لدرجة انهم لقوا ان كل 5 كيلو هتنزلهم هيحصل تحسن ملحوظ جدا في ضغط الدم. يعني لو حضرتك مثلا وزنك 100 خليهم 95، ومش بكرة تنزل، على مدار شهرين مثلا هتلاحظ ان ضغطك اتحسن تحسن ملحوظ. هناك علاقة وثيقة بين السمنة وضغط الدم. يبقى 2، خفف وزنك تخفيفا هادئا جميلا، هتلاحظ ان العبء على القلب والشرايين اتحسن. 3 مرتبطة ب2، حاجة اسمها متلازمة الايض، او بيسموها ميتابوليك سيندروم. ايه بقى متلازمة الايض دي؟ دي انا شرحتها في حلقة سابقة، هديكم عنها فكرة مبسطة سهلة جدا جدا. هي فكرتها اسمها مقاومة الانسولين، انه لما البني ادم بيستهلك دهون ضارة ووزنه بيبقى زايد وبياكل سكريات كتيرة وعنده ضغط عصبي عالي والدهون متراكمة في جسمه، الانسولين اللي موجود في الجسم ما بيشتغلش كويس، مش عارف يشتغل بالعربي كده، الدهون كتمة على المستقبلات بتاعت الانسولين، زي ما يكون واحد عنده مفتاح شقة وخرم باب، وخرم الباب ده عليه دهون، فالمفتاح ما بيخش، فالانسولين ما اشتغلش الانسولين، يترفع السكر ويترفع الدهون وتترفع اللي ترفع الضغط، ويحصل حاجه اسمها متلازمه الايض. الايض اللي هو الهضم يعني، فيبتدي ضغط الدم على دي واحده من خماسيه اسمها خماسيه ميتابوليك سيندروم. لاحظوا ان الحته دي بالظبط لازم تتظبط ظبطا كبيرا، مع دي على فكره 3 مرتبطه ب2 اللي هي زياده الوزن. تحل ازاي متلازمة الاي دي دي؟ اول حاجة تقلل كل ما هو سكر، سواء السكر الابيض او اشباه السكر، المعجنات والعيش الفينو والبسبوسة. كنا لسه بناكل بسبوسة النهاردة على فكرة، ما بنسمعش الكلام، احنا لسه ضربين بسبوسة في كل سنة وانتم طيبين يعني. فالبسبوسة مش هتجيبوا بسبوسة تانية يا جماعة الا في العيد، يعني ناكل في العيد بس، فاهم؟ يعني تاكل بسبوسه، خد خرطه من الطرف المحمر على راي اللي قال في الفيلم، لكن مش تروح ضارب نص صينيه وتقول لك بدوقها وبعدين اخش على النص التاني اقول بحبس بنص صينيه. نفسك في حته بسبوسه، خد حته قد كده اهو، مش قد كده اهو، فاهم الفكره ازاي؟ فنقلل السكريات والدهون الصناعيه المهدرجه، كل الدهون تقل، لدرجه انا قلت قبل كده وهقول تاني وتالت، الدهون طبيعية أفضل من المهدرجة، لأن المهدرجة الجسم لا يتعامل معها أبدا، المشوي أحلى،
من احسن الزيوت اللي تستخدم لعلاج متلازمه الايض زيت الزيتون، احسن حاجه، احسن حاجه في الدنيا، انك لما تطبخ تطبخ بزيت زيتون، وزيت الزيتون يتحط بعد الاكل مش على الاكل ما يتقدحش يعني، او لو مش عارف تطبخ بيه تجيب معلقه صغيره او معلقتين صغيرين على كوبايه ميه، تقلبها كويس، هي مش بيدوب هيقع معلوش بس هيتختلط خلطه خفيفه، ولو ما عندكش سكر حط نقطه معلقه عسل، وتشرب الكلام ده مره كل يوم قبل الاكل، بيحسن جدا مقاومه الانسولين، بس طبعا العسل يدوب يديله طعم، او لو عندك سكر ما تاخدش عسل يعني. ايه تاني يتعمل؟ احنا قلنا هنوقف السكر واشباه السكر، هناخد كمان عشان علاج متلازمة الايض دي هقولها في نقطة لوحدها، حاجة اسمها المعادن، دي هسيبوها لي النقطة لوحدها، بس اهم حاجة زي ما قلنا نقلل السكريات ونقلل الدهون المهدرجة ونستخدم زيت الزيتون. حلو كده. من الحاجات المهمة تتاخد عشان تحسن متلازمة الايض الاوميجا 3 وفيتامين د اللي انا لسه قايله من شويه، والجنزبيل والكركم والثوم والبصل وفيتامين سي واي، اقولهم تاني عشان الحبايب دول هيجوا سيرتهم كتير. اي حاجه من دول عندك اوميجا 3 خد، مش عارف تاخده خد شويه سمك. فيتامين د لسه قايله من شويه بيحسن متلازمه الايض، بيحسن حاجات كتيره جدا. جنزبيل وكركم، كوبايه جنزبيل بدل الشاي، اعمل شاي شويه ميه مغليه مع جنزبيل، او كركم، رشتين كركم مع نقطتين ملح مع فلفل اسود عشان تطلع المواد الفعاله بتاعت الكركم على السلطه. الثوم والبصل مهمين جدا وهنجيب سيرتهم. فيتامين سي واي مهمين جدا 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 جدا. كمان من ضمن الحاجات نوقف الاطعمه المصنعه، اللحوم المصنعه اللي هي اللحوم مش الطبيعيه، لا المصنع، مش هقول اساميها بقى، اللي عليها الوان، ماده اسمها مونو صوديوم جلوتاميت، كل ما تقللها كل ما افضل لك، عشان المواد دي بتعمل مقاومه شديده جدا للانسولين. الصوصات الالوان احمر اصفر اخضر كلها فيها مواد حافظه بتؤدي الى مقاومه شديده للانسولين. يبقى درس رقم 3، حسن مقاومة الانسولين، حسن متلازمة الايض عندك. كل ده لو اتحسن الضغط هينزل لوحده، وجسمك هتلاقي نفسك متفهمش بقيت ازاي، بقى عندك طاقة وتركيز، وكل السموم دي اتطردت من جسمك. 4، حاجة رابعة برضو من القواعد المهمة النهاردة، نقلل التدخين والكحوليات وكثرة القهوة. كثرة القهوة، القهوة مفيدة انها فيها مواد مضادة للأكسدة ومواد مضادة للسرطان، بس بكمية معتدلة، كوباية لكوبايتين في اليوم. واستغنى عنهم بتناول الشاي الأخضر، أفضل مشروب لتحسين ضغط الدم. الشاي الأخضر يمكن متشابه مع الكركديه بس أفضل كمان من الكركديه. 5، حسن مستوى فيتامين كاف في الدم. ايه حاجات من فيتامين كاف ده؟ فيتامين كاف 2 بالذات ده يؤدي الى اخدان الكالسيوم الزائد اللي موجود في الدم، يؤدي للعظم. تاني، احنا عندنا مادة اسمها كالسيوم، الكالسيوم دي مادة قبضة، لما بتبقى موجودة في الدم تقبض الشرايين، فهو فيتامين كاف ده بياخد الكالسيوم من الدم اللي هو بيقبض الشرايين، يؤدي للعظم حيث مكانه الطبيعي عشان يكون الكتلة العظمية بتاعت جسمك يعني. فمطلوب لو انت عندك ضغط عالي تاخد فيتامين كاف 2 من الاكزخان. طيب مش عاوز اخده من الاكزخان، موجود في اطعمه. زي ايه؟ زي صفار البيض، كل بيضه بيضتين كده جنب الباب الصبح. زي الكبده الحيوانيه، زي البروكلي، مش عاوز بيض في بروكلي، في خضروات ورقيه مهمه قوي. سبانخ، ما بحبش السبانخ انا، طعمها غريب، نقطتين ليمون وسبانخ وشد مناخيرك وكل، فاهم الفكره؟ بتحسن جدا 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 مستوى فيتامين كاف. فاللي عنده ضغط عالي اديها بروكلي، اديها سبانخ، اديها صفار بيض او كبدة، اي حاجة من دول تاكلهم هتحسن جدا ضغط الدم المرتفع عندك. 6، معادن. عايزين نوعين من المعادن بيحسنوا جدا انقباض الشرايين، الزنك والمغنيسيوم. الزنك في الصباح يا اهل الصباح، والمغنيسيوم في المساء يا اهل المساء. تاخد اي مغنيسيوم سيتريت، مغنيسيوم ثريونيت، مغنيسيوم بيتباع في الصيدلات وبرخص التراب، والزنك نفس الكلام.
طب مش عاوز اجيب من الصيدلية، عاوز اكل الحاجتين دول طبيعي. مكسرات غالية، سمك موجود، خضروات ورقية اي حاجة خضراء موجود، كل ده يساعد جدا انك انت ترخي عضلات الشرايين بتاعتك. يبقى نمرة 6 زنك ومغنيسيوم. احنا بنتكلم في كام نقطة؟ 16. احنا في نمرة كام؟ 6. انا هراجعهم تاني بس لما اخلص. 7 الضغط العصبي. من الضغط، ارتفاع ضغط الدم مرتبط بالعصبية واشتداد القلق والتوتر والاكتئاب. يرفع الكوليسترول ويرفع مواد التوتر في الجسم، الادرينالين والكورتيزول، ده حاجة وحشة جدا. عشان كده الناس لما بتعصب وتزعق وتنفعل وتتخانق، يا ما ناس شفناها طبت ساكتة بعد العصبية. ليه؟ ضغط ضرب في السماء. تخيل بقى ان هو بيتعصب كل يوم ويتخانق كل يوم ويتشاكل كل يوم وحاطط مخه في كل حاجة كل يوم. ريلاكس وخليك هادي وسي، اضرب الدنيا على رأي فؤاد المهندس في المسرحية 60 صارمة قديمة، انا اسف في التعبير يسامحوني او يقطعوا الكلام ده ما حدش يزعل مني، مش مستاهلة. لا تتخانق مع حد ولا تشيل هم حد، كله ماشي، ولا اللي عايز يضايقك قول له الله يسهل لك، واللي عاوز منك الميكروفون اديهوله، واللي عاوز ارميها كده بالراحة. ما تقلقش على رزقك جاي لك لغاية عندك، ابذل مجهودك وما تشغلش بالك، ذاكر وما تركزش في النتيجة، خليك يعني صافي القلب هادئ النفس كده، يعني ملقينا بلغة بطرس الأولى 5-7 كل همكم عليه لأنه هو يعتني بكم. بعديها إبليس خصمكم كأسد زائر يقول ملتمسا من يبتلعه هو، يعني بطرس الأولى 5-7 ارمي الهم. 8 لو ما رميتوش في إبليس خصمكم كأسد زائر يقول ملتمسا من يبتلعه. يبقى خلي بالك من الضغط العصبي، لأن القلق لقوه فاكتور رئيسي جدا، ده يمكن يعتبر أهم فاكتور. إذا حسنت علاقتك بنفسك وبغيرك وما فيش خناقات وما فيش زعل، ضغط الدم عندك يتحسن. 8 الرياضة. طبعا المشي والجيم والسباحة والدراجات بتحسن جدا الدورة الدموية. كل اللي بيلعب رياضة القلق بيقل، مواد التوتر بتقل، مواد الاسترخاء بتزيد. بعد الرياضة لازم الضغط، يمكن وقت الرياضة يعلى شوية، لكن بعد شوية الدم بيتدفق لكل أنحاء الجسم فبيحصل تحسن رهيب. عشان كده الناس اللي عندها ضغط ينصح ليها بالمشي، انزل امشي، لف لفة حوالين البيت. مروح البيت، انت ساكن في الدور الخامس او السادس، اطلع دور على رجليك دورين وكمل الباقي اسانسير، او اطلع واسكن يعني خش عند اللي في الدور التاني، مش هم تطلع شقتكم يعني، اطلع دورين مهم يعني، بحيث انك انت في الاخر تبقى حركت جسمك، يعني ما بقاش جسمك ايه ساكن راكد شاكب راكب. 9 الملح. ضغط يعني ملح، في حاجة اسمها الملح شديد الشر او الملح الشرير او سيء السمعة، اللي هو الملح العادي الابيض ده اللي احنا بنحطه اللي هو الصوديوم كلورايد، ده بيسمونه الملح الشرير. الملح واشباه الملح، واحنا بلد الملح لان احنا متعودين في صعيدنا الكبير وفي مصر حتى نعز الحاجات المالحة. طبعا شعبنا الجميل يحب الحاجات الحادقة، ومعلش سامحوني في البلاد الفقيرة نسبيا الاكل الحادق ده بيشبع، لانك انت بتغمس ملوحة ببصل بملح واشرب مية املى المعدة اشبع. فده نتيجة ذلك نسبة الاملاح عالية جدا في جسمنا، وبالتالي ضغط الدم عالي جدا جدا جدا. طب نعمل ايه؟ نقلله او نقلل اشباه الملح. ما تقوليش ما باكلش ملح بس بضرب فسيخة ميتة في التلاجة، هي الفسيخة الميتة دي هي ملح. جبنا الرومي يعني ملح، جبنا الحدقة يعني ملح. نفسك على قد سنك، كل حتة صغيرة من نفسك، لكن مش تضرب اللي هو الرغيف الصاروخ ده كله جبنة بالراحة. او خد نوع من الاملاح متعادلة في قوتها، يعني بيتحط فيها مش صوديوم كلورايد، صوديوم كلورايد مع مغنيسيوم مع بوتاسيوم بيسموه الملح المتعادل او ملح الهيمالايا او الملح الصخري، يعني بيسموه الملح الوري، ده موجود في عند العطار او موجود في السوبر ماركت، ملح بيسموه الهيمالايا. الطف كده، هو بيحدق الاكل نفس الطعم بس مفعوله كحاجه بتؤثر على الضغط اقل بكتير من الملح العادي. 10 النوم.
يا نوم يا نوم، لازم تنام نوما جيدا. وانا بنصح الناس قبل ما تنام تاخد قرص مغنيسيوم، لسه قايل عليه من شويه، بيرخي العضلات تمام، بيخلي الكالسيوم ما ياثرش على انقباض العضلات. ولقوا الناس على فكره اللي عندها شفتات ليليه او بتتاخر في النوم ضغطها بيعلى. نام في ميعاد النوم، ما تزودش عن 12، في يوم اتاخرت معلش هنسامحك. لكن الناس اللي بتقعد سهرانه طول الليل تعد النجوم وتقول يا ليل اه يا ليل اه يا عين، دي بتصبح الصبح مدروخه وتعبان. نام كفايتك، ولو اضطريت تنام متاخر اصحى في ميعاد متاخر شويه، عشان النوم الجيد بيرخي الجسم كله ويخلي العضلات ترتاح والجسم يرتاح. 10، تمارين التنفس مهمه جدا في علاج ضغط الدم. شهيق، زفير بطيء، لقوا ان الشهيق والزفير بيحسنوا اداء العضلات بتاعت الشرايين. بيعملوا التدريب ده 10 دقايق في اليوم، كل مرة شهيق زفير 6 مرات في الدقيقة، يعني شهيق عميق وتكتمه، اوعى تفطس، تكتمه وتطلعه بالراحة وما تنفخش في وش حد، الله يبارك لك. ها يعني شهيق زفير 6 مرات في الدقيقة ببطء، اخد نفس ببطء وتبرح 10 دقايق. لو عملت التدريب ده 10 دقايق ضغطك بيوطى تمام. فده مهم جدا. ليه بقى؟ مالكش دعوة، اشرحها لك في قاعدة تانية عشان الوقت بيجري بينا. 12، الناس اللي لا مؤاخذة في التعبير اعذروني ما يزعلوش مني، بتشخر بالليل، عندها حاجة اسمها شخير ليلي، او وتقوم بالليل على قفشة نفس يسموها سليب ابنيا سندروم، دول عندهم كورتيزول عالي. الناس اللي بتشخر بالليل، الأرغول اللي بيشتغل ميكروفون ده بتاع الليلي ده اللي هو بيصحي مراتك وعيالك، وده معناه ان حضرتك عندك اختناق، عندك مشكلة في اللحمية بتاعت زورك، تروح للدكتور بيعالجها لك ويديك حاجة معينة بتاخدها تقلل الشخير ده عشان تعرف تتنفس هوا كويس، دول بيجيلهم ضغط عالي يعني، فتعالج السليب اب. 13، تكدس المعادن الثقيلة زي الرصاص والزئبق. تقولي دول انا اتجنبهم ازاي؟ ما تقعدش في مكان فيه تلوثات، يعني الناس اللي بتقعد في مكان فيه عادم عربيات كتير، يعني حضرتك عفوا راكب عربيتك حواليك عربيات بتطلع رصاص، اقفل الازاز وشغل التكييف، استنشق هواء نظيف. من وقت للتاني اطلع في جناين علشان تستنشق الهواء الطبيعي. كل حاجة اسمها مضادات أكسدة زي الخضروات وزي الفواكه بتغسل الجسم من المعادن الثقيلة، فالمعادن الثقيلة أيضا لقوها بتزود نسبة ارتفاع ضغط الدم. 14، تجنب الأدوية التي تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، أشهرهم المسكنات وأشهرهم حبوب منع الحمل. الستات طبعا حبوب منع الحمل، الاتنين راجل وست المسكنات، نان ستيرويد الأنتي إنفلاماتوري، دي فيها نسبة صوديوم كتيرة جدا، فالناس اللي بتاخد مسكنات عشان الصداع أو عشان الآلام ضغطها بيعلى، فخفف من تناول الأدوية. 15 و16 بقى عايز منكم لحظة انتباه، مشاكل الجهاز الهضمي. هنا بيت الداء، أول حاجة اسمها ارتشاح الأمعاء، القولون العصبي، يؤدي إلى ضعف امتصاص المعادن الهامة من الجسم، والى ازدياد الالتهابات وتسرب الجراثيم داخل الدم، فاللي عنده قولون عصبي ضغطه عالي. طبعا تقول لي ايه العلاقه بين الاثنين؟ لان المواد الضاره اللي بتمتص من المعده بتطلع للدم، ومن الدم تؤدي لانقباض العضلات، فلو عندك قولون عصبي تروح للدكتور يعالج لك العصبي، وانت عصبي ومراتك عصبيه وعيالك مش طايقين روحهم، كله يتعالج. 16 واخر حاجه بقى، دي هاخد فيها بالظبط 3 4 دقايق للشرح، ولا اسمها علاج جرثومه المعده، دي مرتبطه برضو بالامعاء، دي نقطه في منتهى الاهميه. لو ان هناك علاقه وثيقه بين جرثومه المعده وبين ارتفاع ضغط الدم بنفس النظريه السابقه اللي هي بتاعه القولون العصبي. جرثومه المعده دي عباره عن سلالات، دي على فكره ثبت ان اكتر من يعني 80% من الناس مصابة بجرثومة المعدة وهي لا تدري، مرض صامت.
مصيبته كلها انه اول ما الجرثومة دي بتخش بتطلع مادة اسمها يوريا او يورييز، يعني مادة اليوريا دي بتعملها ليه؟ عشان تقلل حموضة المعدة فتعرف تعيش، يعني الجرثومة دي ما تقدرش تعيش في المعدة، بتموت جوه المعدة، حمضية المعدة بتقتلها. فاول خط دفاع بتعمله انها اول ما بتخش المعدة بتروح مطلع مادة اسمها يورييز تقلب المعدة من حمضية لقلوية عشان تعرف تعيش، وبعدين تخترق جدار الامعاء تسكن فيها. وطالما سكنت تبتدي تعمل حاجة اسمها ليكي جات سيندروم، تعمل تسرب في الامعاء وتبتدي المواد الضارة تتسرب من داخل الامعاء للدم للشرايين، ترفع ضغط الدم. مشكلة الجرثومة المعدة ان الناس مش فاهماها، دي ممكن ابقى اعمل لها حلقة لوحدها، بس فكرتها باختصار ان علاجها مش مجرد ان حضرتك تاخد مضادات حيوية. بس قبل ما اقولك على علاجها اقولك هي بتيجي منين. هي بتيجي ببساطة من العدوى، الناس اللي بتاكل برا، لان هي بتنتقل عن طريق الرذاذ الفم او بتنتقل عن طريق عدم غسل الايدين. يعني حضرتك بتروح مثلا مطعم اللي بيقدم لك الاكل مش غاسل ايديه، فايديه ملوثة ببقايا الفضلات بتاعته الموجودة في انا اسف يعني ما ينظفش ايده، او الرذاذ من الفم، عشان كده المفروض الناس اللي بتقدم اطعمة تبقى لابسة كمامة. فمن اكل الشارع او الجنك فود بتنتقل جرثومة المعدة، عشان كده منتشرة جدا جدا جدا. وعلى فكرة بتبقى اعراضها صامتة، لكن لما بتزيد تعمل الم في المعدة واضطراب شهية وفقدان وزن دم في البراز وارتجاع في المريء. طب جرثومة المعدة دي مشكلتها ايه؟ مشكلتها ببساطة انك انت لما بتيجي تروح للدكتور ويكتشف عندك جرثومة معدة يقول لك خد مضادات حيوية. مضادات الحيوية دي ليها شوية مشاكل. المشكلة الاولى انها بتقتل جرثومة المعدة وبتقتل الميكروبات السليمة اللي جوه المعدة اللي هي مهمة لحيوية الغشاء المخاطي للمعدة، فلا تكفي. ثانياً جرثومة المعدة بتهدى وتستخبى جوه الغشاء المخاطي وتروح طلع لك بعد ما توقف كورس المضاد الحيوي، فتلاقيها طلعت لك تاني. تطلع مادة اليوريا عشان تقلل حموضة المعدة فتبتدي تعيش أكتر. ثلاثة، إن أحياناً الدكتور يقول لك خد مضادات حموضة، فمضادات الحموضة تزود جرثومة المعدة من غير ما ناخد بالنا. هي علاج طبعاً للقرحة لكنها بتقلل الحمض فالجرثومة تعيش أكتر. فيقول لك بقى عشان تعالج جرثومة المعدة لازم تمشي في خطوتين. الخطوة الأولى إنك أنت تعمل الآتي: تخلي جرثومة المعدة دي تموت الأول، فتعمل إيه؟ تديها مواد تقضي عليها في الأكل، ما تعرفش تستحمل وجودها. يعني تعمل إيه؟ يعني تعالج الالتهاب الأول، تبعد عن اللاكتوز والزيوت المهدرجة والتوابل الحراقة والسكر واللحوم المصنعة والصودا والتدخين. يعني تدي فرصة ان الدنيا دي تتحسن بان جرثومة المعدة ما تلاقيش حاجة تعيش بوسطيها. ولقوا ان في حاجات مفيدة جدا لو اتضافت للأكل بتقتل الجرثومة دي طبيعيا، زي البروكلي، زي زيت الزيتون، زي حبة البركة، زي الفجل الأحمر. خلاص يبقى انت كده، والكرومب كمان لو بيعمل كده. وتاخد حاجة اسمها قلناها قبل كده اسمها بروبيوتيك، اللي هي الميكروبات المفيدة للجسم، زي اللاكتوباسيلس قلت لكم عليها اللي موجودة في الزبادي الاخضر، فاكرينها مرة قبل كده. التوم مفيد جدا للقضاء على جرثومة المعدة. فانت كده بتعمل ايه؟ بتموتها بس بطرق طبيعية مش بالمضادات الحيوية. وبعدين بعد ما المواد دي تخش جوه المعدة فتقضي على الجرثومة وتصلح الغشاء المخاطي للمعدة اللي هي خرمته الجرثومة، تبتدي تاخد حاجات ترفع الحموضة بشكل طبيعي. اهمها خل التفاح يتحط نص معلقة على فنجان مية او كوباية مية وتتشرب بالشفاط عشان ما تأذيش السنان. وزي ما بنقول نعمل اختبار لخل التفاح ده قبل ما نشربه عشان نتأكد ان المعدة مستحملاه. تقولي طب وايه فايدة خل التفاح؟ لما بترفع الحموضة جرثومة المعدة بتموت. يبقى انا قلت جرثومة المعدة دي بتقتل الحمض عشان تعرف تعيش، فانت الاول صلح الغشاء المخاطي قبل ما تصلح الحمض، وبعدين ادي الحمض اللي انا قلت عليه. يبقى النصائح الاخيرة بقى تعالوا نراجع مع بعض 16 نقطة. احنا اتفقنا مش هنوقف العلاج من نفسنا، اوعى حد يوقف العلاج، وهنتأكد ان ضغطنا عالي بالقياس. هنعمل ايه؟ واحد،
فيتامين د، تاخد تتأكد فيتامين د عندك فوق الـ30 وافضل 50. 2 ظبط زيادة الوزن. 3 متلازمة الأيض، السكريات والدهون المهدرجة والصناعية والنباتية والجانك فود، تمام؟ 4 التدخين والكحوليات وكثرة القهوة. 5 اضبط مستوى فيتامين ك 2 في جسمك، إذا مش قادر تجيبه من الصيدلية ك 2 خده في صورة بيض أو بروكلي أو سبانخ أو خضروات ورقية. 6 آسف زنك ومغنيسيوم، زنك صباحي مغنيسيوم مسائي. 7 الضغط العصبي، ابعد عن القلق والتوتر، الناس اللي بتجيب لك قلق اقطع علاقتك بيهم لفترة 7 سنين تبقى زي الفل انت وهم. 8 الرياضة، امشي، ست البيت تمشي مش تمشي في البيت، انزلي حوالين الشقة امشي. انت في متضايق امشي صلانسيل اسكندرية، روح راجع مرتين في اليوم هتبقى زي الفل، امشي اتحرك اهو من هتخف الضغط عن اعصابك وتبطل مناقشات ملهاش لازم. 9 قلل الملح الضار واستخدم الاملاح المتعادلة زي ملح الهيمالايا. 10 النوم الجيد، نام نوم المتضايقين عبادة. 10 11 تمارين تنفس، خد نفس اوعى تكتمه شوية صغيرين وتطلعوا. 12 لو سعادتك بتشخر بالليل غير الأضرار النفسية اللي تعود على زوجتك أو على جوزك، عالج شخيرك الليلي لأن ده معناه أن الأكسجين مش داخل، معناه أن ضغطك عالي. 13 خلي بالك من المعادن الثقيلة، لا تجنب استنشاق المعادن الثقيلة اللي موجودة في الجو المحيط بيك، اقفل إزازك، كل مواد مضادة للأكسدة، اقعد في أماكن خضراء فترة طويلة. تجنب 14 استهلاك الأدوية الضارة زي مسكنات الألم. 15 عالج القولون العصبي. 16 عالج جرثومة المعدة. مع خالص تمنياتي بالسعادة والفرح والشفاء وسلامة الجميع، ألف سلامة للجميع. بعتذر النهاردة عشان الحلقة طويلة شوية، مفيش شخصية نقدمها، فنطلع بقى الفاصل بتاعنا، وأتمنى بعد الفاصل حضراتكم تكونوا مازلتوا معانا موجودين عشان نستقبل تليفوناتكم. ابقوا معنا نسمع ترنيمة جميلة ونرجع لكم بعد الفاصل، او تروحوا في أي حد.
حياتي بنسى وشعاري من الموت راح أقول وأنا ماشي في حاجات برميها هتعطل المجد معاه وأنا ماشي في حاجات برميها هتعطل المجد معاك عايز أرضيك مش عايز أرضيها راح أكمل وهدفي رضاك نور وحضور وسلام بلقاك والراحة وياك حياتي بنساها وشعاري من الموت راح أقول نور وحضور وسلام بلقاه والراحة وياك هتدوب كل قديم في حياتي بنساها وشعاري من الموت راح أقول لابس ترسي وشاهر درعي معايا ومش راح اخاف بطلت اني اعيش على كيفي والنصرة وياك اضعاف نور وحضور وسلام بلقاك والراحة وياك هتدوب كل قديم في حياتي بنساك وش سلام سلام والراحة وياك هتدوم كل قديم في حياتي بنساه وشعاري من الموت راح أقول وأنا بخدم في ظلم عليا تعير ومعاه ضرب لسان طب وتشجع عافية تحضني وبقبلة كمان نور وحضور وسلام سلام سلام والراحة وياك هتدوم كل قديم في حياتي بنسى وشعاري من الموت راح المشاهدين رجعنا لكم بعد الفاصل وفي انتظار تليفوناتكم التليفونات مفتوحة ومعانا تليفونات من أول تليفون مي يا رطرة ألو ألو فيش مشكلة خالص احنا عندنا مشاكل إن شاء الله تتحل بإذن عندهم ضغط برضو اللي بيتكلموا مفيش مشكلة خالص لغاية لما نتقابل يا جماعة يعني معلش حضرتكم استحملونا تقريبا في مشكلة في النت في التواصل الفريق العمل الجميل اللي معايا المخرج ومدير التصوير والأحباء كلهم بيشتغلوا على تصليح الاتصال عشان نعرف نتواصل مع حضراتكم فحضراتكم اصبروا معانا كان معانا 15 أو 20 مكالمة راحوا فين؟ بيزبطوها تتزبط طب نقدر نقول ترنيمة تانية مثلا طيب ناخد ترنيمة تانية ولا ما تتزبط إن شاء الله مش هننفع ترنيمة أقول أنا ترنيمة طب ولا طيب مين معايا يا فندم ألو أيوة إزيك يا دكتور أهلا بيك اتفضلي ست الكل بص يا دكتور انا عندي مشكله بسيطه بس بالنسبه لي كبيره شويه اتفضل انا عندي ابني 4 سنين
ايوه على طول كتير الاعتذار جدا، وعلى طول على طول كتير ان هو يتاسف كتير بشكل مبالغ فيه قوي، رغم ان انا مش بضرب ولا بابا بيضرب، وعلى طول بيشكر بشكل مبالغ فيه جدا جدا جدا، يعني اعتذار وشكر بطريقه مبالغ انت فيها محسوكه شويه يا ست لدرجه ان الكل، الحاجه العاديه ممكن يشكر. خليكي معايا، انت مدققه شويه في كل حياتك معاه، بتدققي له في كل كبيره وصغيره شكلك. انا مش بدقق، بس هو انا عايز اعلمه الصح من الغلط، بس ايوه هو استنيني بقى شويه، الله يبارك لك، استنيني وحياتك. ايه يعني بلع ريقك كده واسمعيني شويه. اللي انت بتعمليه انك انت تدي له ملحوظات كتيره ونصايح كتيره، بتخلي الولد حاسس على طول انه غلطان. فقولي نصيحه وفوتي ثلاثه، قولي كلمتين وسيبيه يعمل حاجات كتير، يعني على مدار اليوم مش طول النهار اغسل ايدك، نشف بقك، اقف، اقعد، كل، اتكلم، عيب، غلط. احيانا انت بتعمليها من دافع الام اللي عاوزه تطلع ابنها بيرفكت. الربايه اللي بالمنظر ده بتخلي الولد شديد الكماليه وحساس جدا وكثير الاعتذار وكثير الخوف. فوتيله وما تطلعوش غلطان، بالذات قدامك ولا قدام بابا ولا قدام الناس. سيبيه على المدى اليوم يتصرف تصرفات طبيعيه، وبعد 4 5 6 مرات قولي له بس دي بلاش، دي احسن من دي. لو خففتي القصه دي ان شاء الله هتلاقي الولد اتحسن تحسن كبير جدا باذن الله. طب انا ازاي اخليه واثق في نفسه؟ ما انا زي ما بقولك ما تديلوش ملحوظات كتيره. هقولك حاجه، النصايح الكتيره بتجيب نتائج عكسيه. ما تنصحيهوش، سيبيه يتصرف تصرفات طبيعية على راحته، خليه على سجيته، ولما تلاحظي ان حاجة كبيرة تدخلي، حاجات صغيرة سيبيها، هو بيعدل نفسه على سلوكك يعني. لكن تقعدي تديله في نصايح، الولد لو يحس طول لقيت الوقت انه انت غلطان. بتديني ملحوظات اقول لهم ما تديلوش ملحوظات، انا بس اللي بدي، مين اللي بيديله ملحوظات؟ مثلا لو تيتا وجد او حد من اه قرايب يا معايا، ريت يعني تيتا مثلا وجده ما يدلوش ملحوظات. اه يديني. قولي لتيتا وجده ما يدول، قولي لهم انا هاتي الكلام عن لساني، قولي لهم العبد لله بيقول بلاش ملحوظات كتيره، وبعتي لي جده وتيتا على التليفون، انا هكلمهم لك ان شاء الله خلال ال7 سنين لا الجايين هو هديهم الولد نصايح. كويس، يعني الولد ما فيهوش مشكلة، بس لا هما بقى انا اللي بالعكس، حواليه ده انا عايزين بقول لك، يبقى أحسن. انا بقول لك ان ابنك ما فيهوش مشكله، المشكله كتر النصايح بس. انا ما قلتش ان ابنك فيه، بالعكس ابنك مؤدب جدا، بس هو مش عارف يعيش في الدنيا كده، كل حاجه غلط، الصغير غلط زي الكبير. هو حتى لما بيروح الحضانة بيعتذر مثلا للناني لو اما رفعت له انتوا بقى البنطلون طول أو النهار أي تقولوا حاجة له، حاجات انتوا طول النهار تقولوا له قول اسف ودي غلط والولد الكويس يعتذر، انتوا اللي عملتوا فيه كده. فجربي بس طريقتي وكلميني يعني الاسبوع. اسيبه كده اه اعدي كل طبعا حاجه ما والحاجه الغلط. تعلقيش عليه، ما تعلقيش عليه، سيبيه يتصرف تصرفاته، ولما يعمل حاجه غلط قولي له انت دي احسن من دي، ما تقوليش دي غلط ودي صح، قولي له دي اللي بقوله لك ده احسن من ده، انت عملتها بالطريقه دي، لو عملتها بالطريقه دي تبقى احسن من كده. خليه يثق في نفسه يعني. ربنا معاكي يا ست طب الكل، وهو لما ربنا بقول معاكي له، يا معلش حبيبتي. يا دكتور، لما بقول له اقول له اي حاجه فيها تأديب، الاقيه يقول لي لا انا زعلانه مش هكلمك تاني، يفضل زعلان فتره طويله جدا. ما هو نفس الكلام يا حبيبتي اللي بقوله لك، انتوا يعني كثير النقد والتوجيه، فالولد طلع عنده حسوكه وكماليه وبيسموه بحث مفرط عن الكمال يعني. مين معايا يا فندم؟ التليفون اللي بعده مين؟ الو، مساء الخير يا دكتور. مساء النور حبيبي. الو، اتفضل يا فندم، مين معايا؟ مساء الخير يا دكتور. مساء النور يا مساء حبيبي. الخير يا دكتور. مساء النور، مين معايا؟ حبيبي يا دكتور، كل سنة كل سنة حضرتك فوق طيب. دماغي، انت اسمك ايه يا سيدي الكل؟ صلاح من جنة يا دكتور. اتفضل يا عم صلاح، اتفضل. حبيبي يا دكتور الله يخليك، الله كل يبارك، سنة وحضرتك طيب. شكرا. انا كل المشكلة اللي ماسك منها يا دكتور، انا والأسرة، انا والمدام يعني معايا، اول ما نقوم من النوم الرجلين اتبطب واليدين اتبطب، حاجه فظيعه في الدين. الرجلين، وهاخد ثواني، روتين، وهاخد الرجلين يجرى لهم ايه؟ اه يا دكتور، الرجل بيحصل فيها ايه؟ ما سمعتش. اول ما انزل من على السرير والمسرح رايح الحمام، فرجلي ما اتبطب في القبل، ومعايا المدام يديها ورجلها وكله اتبطب، زي كانك ما تشوي جنادير، ما تشوي دره وتقولي عم اتطقطق كده يعني. عم اتطقطق منين؟
في الركب في الركب يا دكتور بدراكي. عم الطقطق من ركبك؟ الو الخط اتقطع. طب لو هي بتقطع من ركبك يبقى انت غالبا عندك خشونه في الفقرات. نصيحتي خد دواء اسمه جلوكوزامين حبيتين قبل الغداء لمده شهرين هتبقى زي الفل. وطبعا نصيحتي برضو تكشف على عظمك يعني، لكن لو بسرعه كده خد الجلوكوزامين ده ممتاز للعظم للطقطقه بتاعت العظم يعني. مين معايا يا فندم؟ الو اتفضل. الو ايوه الو ايوه اتفضل. ازيك يا دكتور؟ اتفضل يا ريس. مين؟ كريم. اتفضل يا كريم. فوزي ويليام. اتفضل يا عم فوزي. فوزي ويليام. اتفضل. اتفضل يا عم فوزي. اتفضل. كريم انا ليا ابني صغير من سن 4 أو 5 سنين كان بيجيله حركة وهو نايم أو هو صاحي، انفراط الحركة بيسموها تقريبا ولا إيه؟ سمعني يا دكتور؟ إيه الحركة اللي بتجيله؟ نعم؟ اوصف لي الحركة اللي بتجيله فين؟ كان بيجيله طب وهو نايم تجيبه رعشة لازم يجي يكري على بحضن أمه أو بحضني يهدى. تمام. الولد دوت يا دكتور لعب. وبعدين؟ وبعدين الولد ده أساسا عنده موهبة الرسم. أنا جبته لحضرتك قبل كده واستمرت معاك أكثر من 2 أو 3 سنين. طب وحاليا دلوقتي يا دكتور خلي المكالمة بعد الحلقة يا جماعة. مايكل خلي المكالمة بعد الحلقة يعني. هو بيتكلم في حاجة شخصية يعني. ألو ألو. أيوه أيوه يا فندم اتفضل. فاروق سامعان. اتفضل علي صوتك. مين معايا؟ فاروق سامعان. اتفضل يا استاذ فاروق. مساء الخير يا دكتور. مساء النور حبيبي. دكتور معايا؟ ايوه يا فندم اتفضل. ابن اختي سنه 25 سنة متزوج بس في عملية القرص تاخد وقت منه اكثر من نص ساعة. عملية ايه؟ ايه علاجه ده؟ عملية القرص. ده عنده جنسية. ده عنده تأخير قصدي من نص ساعة ده بيرهق الزوجة. لا ده محتاج حضرتك يزور طبيب أمراض تناسلية. ده عنده حاجة اسمها تأخير للقصف. ده محتاج علاج دوائي يعني لازم يروح لدكتور. طبعا لازم يروح لدكتور. مش هنعالجه على الهوا كده. ده موضوع محتاج شوية تحاليل الأول وكشف وبعدين بنعمل العلاج ده. ألف سلامة. دكتور ايه يا دكتور؟ دكتور ذكوره. امراض ذكوره وتناسليه. دكتور ذكوره وتناسليه. امراض ايه؟ ذكوره. اه الف سلامه عليه. تفضحونا احنا على بالليل. اتفضل يا فندم. اللي جاب لنا الضغط الدم للقص. تمام. ليتنا بيضة. ايوه مين معايا؟ احنا هنقفل البرنامج شكلنا. هنقفل البرنامج ده قريب. ايوه مين معايا؟ يعني شوفوا بقول مين معايا الدكتور اهو وهو هنا بيتكلم مع الناس اهو. ايوه بالظبط. وطي بقى التلفزيون هطلع لك انا. لا في حاجه تانية كده هتجيب البرنامج من الاول. دي هتجيبه من الاول الضغط العالي. وطي التلفزيون يا ست الكل. انا معاكي انا دكتور مجدي. اشوفوا غيرها. ده احنا كده الليله مش هتعدي. لو تتكرموا عليا يا اهل مصر لما حضرتك تكلمني في التليفون اقفل التلفزيون عشان الاتنين بيخشوا في بعض.
فبتسمعني مرتين. اتفضل يا فندم. ايوه مين معايا؟ ايوه مايكي مع حضرتك. مساء الخير. مساء النور. اتفضل. كنت عايز اسال حضرتك عن الموز، ممكن يكون بديل عن العيش؟ وكمان يعني حضرتك، انا عاوز بشكر حضرتك على المعلومات القيمه دي، انت واخد زي ما بيقولوا العلم في كتب الطب في المعلومات المفيده دي. ربنا يخليك. بالنسبه للحوم اللي هي لا معلش الصوت مش واضح، اتكلم بالراحة. انت بتتكلم على ايه؟ اللحوم ايه؟ ما سمعتش. في لحوم مستحدثة عن سجة صناعية غير اللحم الطبيعية، اللي هي من فول الصويا يعني؟ كلها تأثير على اللي هي من فول الصويا؟ انسجة من الحمية الجزائية. لا يعني افضل لحوم اللحوم الطبيعيه، المصنعه اقل جوده منها خالص، الطبيعيه افضل حاجه. حضرتك عارف اناتومي الجسم محتاج بروتين وكالسيوم للعضلات، هل السموم اللي هي بتدخل اللي في الجسم دي ممكن يتغلب عليها باي مواد؟ يعني السموم اللي هي الكليه نفسها بتخلص منها، دي تخلص منها باي مواد؟ هو السؤال ايه بالظبط؟ معلش حضرتك إيه؟ عايز تطمن على ايه؟ ما اشرح لي تاني. الاناتومي بتاع الجسم، حضرتك عارف ان في مواد بتدخل مع الاكل، مواد شمع. ايوه الكليه بتخلص منها. مظبوط مظبوط. احنا عايزين نتخلص يعني نزيد التفاعليه بتاعتها، المواد اللي احنا ممكن نتخلص منها يعني الضعف، كمان في ضعف اللي هو في القدره العقليه، يعني هو ده محدود احنا بنقدر نزوده. طب بالضعف والقدرات العقليه دي ازاي ممكن نتغلب عليه؟ طب حضرتك اقفلوا، انا مش سامع حاجه، معلش صوت مش واضح خالص، معلش ممكن ابقى اسمعه بعد الحلقه يعني. معلش حضرتك مشكورا، كلمنا تاني، الصوت مش واضح خالص، مبهم جدا. فحضرتك اتعب وكلمني تاني او ابعت لي السؤال على الفيسبوك وانا هرد على سعادتك يعني. مين معايا يا فندم؟ الو. الو. ايوه ايوه اتفضل. ابو هاني معك. مين؟ ابو هاني. اتفضل يا ابو هاني. اتفضل. كل سنه طيب يا دكتور. صحه والسلامه. معايا المدام عندها السكر بقاله 25 سنه. تمام. وقعدت فتره بالشام وبعد كده حولت على الانسولين. ايوه. سامعني؟ سامعك كويس. وبعد كده الدكتور لغى الانسولين ده بالشام، فالسكر يوم 450 ويوم 250. ليه لغى الانسولين؟ ليه؟ كان تعبان، الانسولين ما كانش مظبوط السكر. لا الانسولين ما بيتلغيش، طالما ابتدت انسولين لازم تكمل انسولين، يغير نوع الانسولين بس. لا هي تاخد الانسولين المستورد. ايوه انت بتقول وقفه مش كده؟ وقفه بعد ما خدت منه فيه 5 سنوات. لا ما ينفعش يقف، لازم الدكتور يرجع لك نوع انسولين تاني. الانسولين انواع كتيره جدا، في قصير المفعول وفي ممتد المفعول وفي متوسط المفعول وفي اللي بيقعد طول الليل، ففي انواع منه كتيره، لو النوع بيتعبها تغيره بنوع تاني. هو غيرنا من الانسولين البرشام، في برشام اسمه 800/5، 3 حبات تاخده في اليوم الصبح والظهر بالليل. المهم ظبط السكر ولا ما ظبطوش؟ ما ظبطش، لسه جاتولي النهارده لقيت 436. لا ما ينفعش، الانسولين طالما ابتديته لازم تكمله. يعني ترجع للانسولين تاني؟ ترجع له، بس ممكن الدكتور اللي هيكشف عليها بتاع السكر يغير لها النوع من نوع لنوع، لان احيانا الجسم بيتفاعل مع نوع احسن من نوع. الف سلامة عليها سيد الكل. مين معايا يا باشا؟ الو. ايوه يا فندم. دكتور مجدك معايا؟ يا ست الكل اتفضلي. اهلا بيك يا دكتور. مين معايا؟ حضرتك طيب. مين معايا؟ بنت الرب. منين يا بنت الرب؟ من امريكا. من امريكا، ومكسوفه ليه؟ ما تعلي صوتك. انا تعبانه مش قادره اتكلم. الف سلامه عليك، انا بقول برضو تعبانه. اتفضلي سلامتك. انا بكلمك دايما، كل سنه وحضرتك طيب. صحه وسلامه. طب ممكن نعلي صوتنا شويه ونقرب التليفون من بقنا؟
حاضر. هو أنا عايزة أقول لحضرتك يعني كنت عملت تحاليل في شهر 9 واتفضح فيه يعني ميكروب حلزوني، وبدأت في العلاج لسه من 10 أيام. كويس. باخد مضادات حيوية. كويس. بس أنا تعبانة يعني مش متقبلة أي أكل في معدتي، ومش عارفة أكل إيه وما أكلش إيه. يعني إحنا يا دوبك لسه طالعين من الصيام، وفي الفطار دلوقتي على طول هبطانة وضغطي واطي، بحس بدوخة. فأنا مش عارفة قلقانة من موضوع القرح المعدة دي والنزيف. لا، هو الميكروب الحلزوني هيروح بعد 3 لـ6 أسابيع من العلاج بالمضادات الحيوية، وأنا في الحلقة في آخر فقرة فيها اتكلمت على انواع الاكل زي الكرنب والملفوف والفجل الاحمر والتوم، يعني اتكلمت على حاجات كتيره في الاكل وزيت الزيتون. ايوه انا سمعت حضرتك يا دكتور. بالظبط. اقولهم تاني؟ بس انا عندي مشكله في الغده الدرقيه. ايه علاقه العلاج للغده؟ ملهاش علاقه الغده الدرقيه. الف انا وشفا كل نفسها. بيتعارض لا ما بتتعارضش مع حاجه. بيتعارض لا الكبريت والحاجات دي ما بتتعارضش مع كبريت. انا هو انا جبت انا ما جبتش سيره الكبريت خالص، اللي هو موجود في الكرومب ولا لا؟ الكرومب حاجه والكبريت يعني حاجه. لا الكبريت مش، يعني انا مش بقول لحضرتك تاكلي فدان كرومب، ده تاكلي كرومب يعني حتتين كرومب. لكن الكسره في اي حاجه غلط. اه ما تخافيش، خدي كلي كرومب، بس طبعا بعد ما تاكليه تقعدي فتره لوحدك عشان الناس اللي حواليكي ما يتاثروش. يعني الكرومب بيعمل كتمة نفس يعني بعد الاكل يعني. والبروكلي ماشي. بالظبط. يعني تاخدي خلوه في الباك يارد كده لمده ساعه كده تهدي نفسك وتعبري عن روحك في فتره علاقه شخصيه بينك وبين نفسك يعني. الف سلامه. الله يخليك. يعني معلش يا دكتور، هو ده العلاج الفتره دي اللي ان شاء الله. بس بحذرك عشان ما تخفش من قرحه المعده تخسري جوزك يعني. انا بس ناخد بالنا بس، يعني الحاجات دي مهمة جدا، مش نصلح الجاكيت البنطلون يضرب يعني. ألف سلامة. طب في فيتامينات معينة أخدها يا دكتور في الفترة دي؟ لا أي بس الفيتامينات ما بنفضلهاش في الفترة دي، لأن المعدة لما بتبقى فيها تقرحات والتهابات ما بتمتصش كويس. فاستني لما تخف بس معدتك 2 أو 3 أسابيع وخدي الفيتامينات اللي أنت عايزاها. طب في حاجة ممنوعة معناها؟ معلش أنا آسفة لو طولت في المكالمة يعني. لا طولي، ما أنا فاضي. ايه ده؟ الطماطم والخيار والخس والحاجات دي كترهم يعني. غلط. هو احسن حاجه يعني حضرتك تجيبي معلقتين صغيرين شاي زيت زيتون على كوبايه ميه وتقلبيهم كويس وتشربيهم في اليوم قبل الاكل، ان شاء الله كل حاجه تبقى كويسه. لكن الكرنب الخيار والطماطم ما تجيبش سيرتهم في موضوع الميكروب الحلزوني. اديهم لجوزك الطماطم والخيار عشان يحبك ويسيبك تاكلي كرومب. ما انت لو اديتي له طماطم وخيار هيسيبك تاكلي كرومب. انا مش عارف ايه الحلقه اللي كلها سلطه دي. طب الزبادي والجبن مسموح بيها؟ ايه ده؟ الجبن والزبادي واللبن مسموح. الزبادي الزبادي اللي فيه لاكتوباسيلس، انتوا في امريكا عندكم الزبادي ده اللي مكتوب عليه بروبايوتيك، ده مفيد جدا جدا جدا. الف سلام عليك. مين معايا يا فندم؟ الو الو مساء الخير. مساء النور يا فندم، اهلا وسهلا. الو، كل سنه وحضرتك طيب يا دكتور. صحه وسلامه. مين معايا؟ كان عندي لا عرفيني بنفسك. مدام هند يا دكتور. مدام هند اتفضلي. مدام هند يا دكتور اتفضلي. يا مدام هند، كان عندي الم في رجلي يا دكتور، والدكتور قال لي عندك عرق نسا واعملي لي اشعه بالرنين. عملت أشعة بالرنين وكان عندي غضروف، وقال لي لازم عملية ويركب لي شريحة ومسامير. بس بعديها أنا طبعا مش عايزة أعمل عمليات وخايفة منها، وقالوا لي بترجع تاني. فأنا دلوقتي حاليا عندي الفخذ اللي هو ناحية اليمين كأنه مفتوح يا دكتور من جوه، وألم شديد جدا. شوف هل هو ده من الغضروف ولا هو ده حاجة؟ من الغضروف. بس نصيحتي قبل ما نعمل أي عملية اسمعي محاضرة أنا قايلها على اليوتيوب في القناة هنا، اسمها علاج الغضروف بدون أدوية، اللي هي فيها العلاج الطبيعي أنا مش عايز أعمل يا دكتور.
انا مش عايزه اعمل يا دكتور. بقول علاج اخد ايه يا علاج دكتور؟ طبيعي. اعمل ايه؟ بقول علاج طبيعي، مش عايزه مش بلاش عمليه، علاج طبيعي ماشي يا دكتور. يعني ده الاول لازم علاج نعمله. طبيعي يعني بالاشعه يا دكتور؟ لا علاج طبيعي بالتمارين بالايدين، الدكتور بيعمل لك تمارين لعضلات ظهرك ويعمل لك تقويه للعضلات عند دكتور علاج طبيعي شاطر. لو عاوزه حضرتك تواصلي معايا بعد الحلقه، انا اوصلك بحد ممتاز يعني. الف سلامه. مين معايا؟ كرومب تاني ولا حاجه ولا ايه؟ مساء الخير يا دكتور. اه مساء النور. الو. اي يا فندم. ازي حضرتك؟ مساء النور، اتفضل. مين؟ كل سنه وانت طيب يا دكتور. الف سلامه. مين معايا يا فندم؟ عماد سمير من البريان يا فندم. اتفضل يا استاذ عماد، تحت امرك. حضرتك معايا. الوالدة حالتها معقدة شوية. الوالدة؟ عندها الغدة الدرقية. الوالدة أمي. اتفضل. عندها الغدة الدرقية وعندها سكر وضغط، وكانت وظائف الكلى عالية شوية، واتحجزت في المستشفى عينيها مركزة، وغسلوا لها 4 مرات، وبعدين الكلى بدأت تشتغل والحمد لله يعني اتحسنت. بعد كده جبناها البيت، فبدأت دلوقتي رجليها تتورم تاني، وبدأت يعني زي ندخل برضه في موضوع زي الكلى. عايزين لو اسم دواء مثلا منشط للكلى وكده. لا انا ارشح لحضرتك دكتور كلى، الكلام ما ينفعش على الهوا كده. حضرتك بعد الحلقه ابعت لي وانا ابعت لك اسم دكتور شاطر لامراض الكلى، لان الكلام ده على الهوا ما ينفعش. الكلام ده بيبقى حساس جدا وممكن. بالنسبه للاغذيه، ايه الاكل اللي تاكله يا دكتور؟ اهم حاجه تقلل البروتينات واللحوم والكبد والحاجات اللي فيها لحمه يعني. يعني الدهون والسكريات والاملاح؟ لا السكر والكلام. لا السكر لا، ما انت بتقول عندها سكر. السكر لا، الدهون الطبيعيه عندها سكر فعلا. لا السكر لا، اللحمه تقلل الحد الادنى يعني. يعني مسموح لها في اليوم بحته لحمه لو لقيت لحمه يعني، فاهم فكره يعني؟ تمام. احسن من اللحمه الحمراء اللحمه البيضاء اللي هي لحمه الفراخ، وبرضه لو مسموح لها تاخد حته من السدره وحته من الورك يعني. مسموح لها ببيضه في اليوم. تمام. ببيضه او بالطين جنب بيضه او بالطين بالظبط. الخضار والفاكهه تاكل. الرعاش يا دكتور بالنسبه للبروتين وكده؟ البروتين هو اكتر حاجه بتتعب الكلى، عشان بيتحول في الجسم الكرياتينين فبيعلى في الكلى يعني. بعد كده حضرتك تابعني على التليفون. ماشي. انا ابعت لحضرتك اسم دكتور كلى شاطر ان شاء الله. ايوه. اؤمر يا ريس. في ورقه دكتور. العفو دكتور. العفو يا فندم. مين معايا يا فندم؟ الو الو الو، اتفضل. الو. ايوه. انا في ابو رنده معاك. وين ابو رنده معاك؟ مين؟ فندم. ولد رندة. اتفضل. الو. عندي التهاب في الحبل الشوكي يا فندم، فقرات الصدر. عندك التهاب في الحبل الشوكي؟ فقرات الصدر. ايوه. في فقرات الصدر. فقرات ال والم جامد فقرات الصدر. فقرات الصدر، ايوه اتفضل. والم جامد ومنام شديد وحرقان وتصادم جامد، وحتى البراز كل اسبوع. هو انت وخدت كورتيزون وخدت فرص بلادي يعني؟ انت عندك الم في ظهرك؟ عندي التهاب في الحبل الشوكي وفقرات الصدر. التهاب في الحبل الشوكي. حضرتك تواصل معايا بعد الحلقه، ارشح لك دكتور حد كويس متخصص في الحته دي ان شاء الله. الدكتور مجدي مش خاص كده؟ بس مش هينفع على الهوا يعني. تابعني بعد الحلقه اقول لك الكلام ده. حاضر. عينيا. ايوه. مين معايا يا فندم؟ الو. الو مساء الخير. مساء النور. كل سنه طيب يا دكتور. صحه وسلامه. مين معايا؟ نرمين من اسكندريه. اتفضلي يا نرمين. دكتور انا رجليا بتتعبني جامد في الشتاء، رحت لدكتور مخ واعصاب قال لي اعملي رسم عصب، طلع عندي اختناق في العصب الحسي، وانا رجليا مش بقدر انام عليهم. رحت تابعت معاه 4 شهور علاج، ما جابش نتيجه معايا. رحت الدكتور تاني قال لي عمليه توسيع اختناق او حقنه كورتيزون.
انا اعمل ايه؟ بصي الـ الـ الاول بناخد الحقنه، اذا ما تحسناش بنفكر في العمليه. بس انا خايفه منها دكتور. الحقنه ما بتعملش 25 حاجه. سنة. الحقنه ما بتعملش ضرر، انما العمليه لو اتعملت بدون لزوم هي اللي وحشه. فالاول خدي الحقنه، اذا ما ارتحتيش نفكر في موضوع العمليه. دكتور رجليا الاثنين مش واحده. ألف سلامة عليك، احنا بناخد حقنة الاتنين؟ اه هي الحقنة بتبقى حقنة واحدة بتعالج الرجلتين الاتنين، يعني ناخد حقنة الأول حقنة كورتيزون ومضاد التهاب، لو ما ارتحتيش بنفكر في عملية توسيع القناة العصبية. يعني ألف سلامة. مين معايا يا فندم؟ ألو مرحبا دكتور. مين معايا؟ أني أتينا من ولاية أريزونا. أتينا من أريزونا؟ نعم. أهلا بيك يا أتينا. هي مش أتينا دي في اليونان؟ نعم. لا ولا حاجة، تفضلي يا فندم، تفضلي. أهلا بيك أستاذة أتينا، تفضلي. نعم. سوري. أتينا من نعم. أريزونا، أنت اسمك أتينا يعني. يا. أهلا بيك يا ست الكل، تفضلي. الله يخليك دكتور. أموري. تعرف دكتور كيف ماما عند هذا رجفة بالجسمها، يعني بدها يعني كيف بتعالجه؟ عندها ايه يا ستي؟ مش سامع، معلش تاني على مهلك. رجفة ترجف. يا رجفة. تمام. راحت لدكتور الاول اتشخصت ايه؟ اتشخصت شلل الرعاش. تعرف هي راحت للدكتور طه دواء طه. اداها ايه الدواء؟ مال نجفه. ايوه اسمه ايه الدواء؟ اسمه سينيمات. بصراحه نسيت يا اسمه، نسيت بصراحه اسمه. نسيتي اسمه؟ يا انت متاكده ان ماما اللي تعبانه؟ اتفضلي دوري. شنو سينيمات اسمه؟ طيب اسمه باركنسونز. هسه ما هو باركنسون هو شلل الرعاش، يبقى الدواء سينيمات يا ستي. نعم. اسم الدواء سينيمات. هو اسمه باركنسونز. باركنسون ده، باركنسون ده المرض يا ماما، ده اسمه باركنسون ديزيز، انما الدواء بتاعه اسمه سينيمات. يا هو السينيمات ده ده العلاج الممتاز للباركنسون. يا هذا كويس دكتور جدا. يا بيتاخد قرص هذا واحد قرص ثلاث مرات في اليوم، 25 على 50 على 250. ليفودوبا. هي يمكن تاخذ له مرتين باليوم لو ثلاث مرات، يعني مش متاكده. لا هو الافضل الاول تبتدي بنص قرص ثلاث مرات وبعدين يزيد له قرص ثلاث مرات. يا هي تاخذ مره انطاهم حكى له مره تاخذين نص ومره تاخذين كل حبايه ثلاث مرات بالضبط كده. مظبوط جدا. يا صحيح. الف سلامه عليها ست الكل. الله يخليك دكتور. باي. اموري ست الكل. تفضلي يا فندم. مين معايا؟ الو. الو. ايوه. الو مساء الخير دكتور ماجد. مساء النور. مين معايا؟ ام كراس من المني. ازيك يا ام كراس؟ الله يسلمك يا دكتور. خير يا ست. بس معلش ما عندي بنت ست سنين مش بتاكل واصل، وكشفت لها بتفتش عليها كثير ومغلبين يا دكتور، مش بتاكل غير رغيف واحد ما مش غير مش ما تكمل. يعني هي بتاكل في يوم رغيف وده مضايقك؟ ما مش بتاكل يعني في داخل النص في العودة، يعني مش بتاكل، بتغلبني يا دكتور ما زعك فعلا ما بتيجي تاكل. عملت لها تحليل يعني عملت لها تحليل دم؟ عملت لها الفاصل تحليل دم العنوات شكلت الفاصل. عملت تحليل براز في ديدان ولا حاجة؟
عملت قبل كده فيها. الخط قطع ولا ايه؟ طب هو لو في تحليل براز يتعمل عشان الديدان بتسد النفس، فهنعمل تحليل براز ونشوف الدنيا فيها ايه. مين معايا يا فندم؟ الو؟ الو؟ ايوه معاك يا دكتور. مين؟ ابو هاني معاك من اسكندريه. مش انت اتصلت قبل كده يا ابو هاني؟ انا اتصلت عليك بس سؤال ثاني. لا كفايه يا جماعه كده، مش معقول مرتين في الليل. معلش يا مايكل كفايه كده. الو؟ ايوه يا فندم. مساء الخير. مساء النور. انا بنت الرب من القاهره. اهلا وسهلا. وبشكر حضرتك على البرنامج دوت. ايوه. وبس عندي سؤال حضرتك تمام كده؟ ايوه ست الكل. هو انا بختي ملخبط وممكن يتسع فوبائي وممكن يبقى سيستول ضعف دايستول كده من غير اسباب، ولما باخد برشام الضغط ممكن يهبط كتير يعني. فانا مش عارفه، الدكاتره قالوا لي خدي على طول ودكاتره قالوا لي لا ما تاخديش، فاعمل ايه؟ الضغط بيوصل كام؟ لما بيكون مرتفع ممكن 160 على 110. وبيهبط لوحده بالدواء؟ ولما يكون منخفض. نعم. ولما بينخفض بيوصل كام؟ ممكن ينخفض ل 90 60 او لا حاجه ما... زي كده. لا انت تاخدي اقل جرعه ممكنه يا ماما. اللزوم ولا على طول؟ اقل جرعه ممكنه تاخديها وتتابعي الضغط بتاعك، لو لقيتيه بيهبط يبقى تاخديه عند اللزوم، لو لقيتيه ما بيهبطش يبقى تاخديها كل يوم. يعني ينفع اخدها عند اللزوم؟ اه طبعا بالغرب. لو الضغط بيعلى فجاه وتاخدي الدواء ينزل يبقى عند اللزوم، لكن لو عالي على طول لازم يتاخد الدواء على طول. طيب سلامتك يا ست. شكرا جزيلا. العفو ستي. مين معايا؟ الو الو. ايوه الو. مساء الخير. مساء النور دكتور مهدي. ايوه فندم. انا ام كرولوس. اتفضلي يا ام كرولوس. الو. ايوه فندم معاك. انا ابني حضرتك كان بيتعب وكل جسمه بيوجعه. الاول كانت رجليه بتوجعه وبعد كده ابتدت في ايديه توجعه. هو عمره قد ايه؟ الدكتور عمره قد ايه؟ عمره هو قد... دلوقتي عنده 17 سنه. تمام. 17 سنه. رحتوا للدكتور، عمل لك ايه الدكتور؟ رحنا للدكتور عظام، قعدنا نديله ادويه كتير، كتب كالسيوم وكتب تحاليل كتيره جدا. ياخد الدواء وبعد شويه يبطل الدواء ويتعب تاني. ياخد الدواء يبطل وبعد كده يتعب. لا لا التشخيص ايه؟ ثواني 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 حبيبتي، انا مش بقول لك خد ادو ايه، التشخيص اتشخص ايه؟ التحاليل اللي عملها طلعت ايجابيه في ايه؟ في دكتور ادانا ادويه معينه بس انا مش فاكرها صراحه ايه. انا ما بتكلمش على الادويه، قبل ما تكلميني عن الادويه قولي لي التشخيص ايه؟ شخصوا ايه المرض اللي شخصوا فيه؟ التهاب اعصاب، فايبروميالجيا، الم في العظم، نقص فيتامين د، ايه المرض اللي تشخص؟ هو الاول حللوا فيتامين د لقى تقريبا 20. لا 20 ده لازم يعلى. طيب وبعدين خد بعد كده خد حاجات، خد فيتامين د، وبعد ما خد فيتامين د برضه بقى زي ما هو. لا ابعتي رحنا بعد كده جه وهو في اولى ثانوي. اقول لحضرتك اكمل معايا، في اولى ثانوي جيت يمتحن ايده كانت بتترعش، فرحت وديته لدكتور مخ واعصاب. ماشي معايا حضرتك؟ معاكي. الو. ايوه معاكي اتفضلي. وديته لدكتور مخ واعصاب، دكتور المخ والاعصاب شخص الحاله تقريبا التهاب عضلي ليفي حاجه زي كده. في واحد شخصه كده، في دكتور شخصه كده، انا رحت لكذا دكتور. ما ده اشهر حاجه، ما ده اللي قلت لك عليه، ده اللي قلت لك عليه اسمه فايبروميالجيا، ده اشهر مرض بيعمل الم في الجسم. الم في الجسم كله. أيوة حضرتك في الم في الجسم كله بس هو ده الفايبروميالجيا. المهم في دكتور وديته لدكتور معده،
وديته للدكتور معدن. انا رحت ليه كتير، وديته للدكتور معدن راح قال لا مش هينفع، روحي وديه لدكتور تاني لازم يتعمل له اشعه على المخ. فرحت عملت له اشعه على المخ وعلى الرقبه وعلى الظهر. بعد ما عملت له الاشعه دي حضرتك لقينا عنده في حاجه اسمها سقوط في المخيط. معايا؟ تقدري تبعتي لي الاشعه دي على الفيسبوك؟ ابعتي لي الاشعه دي اشوفها يا ماما. ما انا بقول لحضرتك انا كذا مره اكتب لك على الفيسبوك يقولوا ان الصفحه مقفوله. لا 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 مش مقفوله، ابعتي لي صوره الاشعه والصفحه. اتواصل مع حضرتك. الصفحه موجوده قدام حضرتك، ابعتي لي الاشعه انا هشوفها، انا هشوفها النهارده وارد على حضرتك. حاضر. انا كنت عايزه من حضرتك دكتور مناع. حاضر يا فندم. انا ما اعرفش حد شخصيا، لو لقيت حد كويس هبعته لحضرتك، بس انا ما اعرفش حد شخصيا، لكن هسالك وارد عليكي. حاضر. تحت امرك. معلش انا اسف لان انا ما اعرفش حد بتاع مناعه، لكن لو لقيت حد كويس هبعته لحضرتك او ابعتك ليه. يعني مين معايا يا فندم؟ الو. مساء الخير يا دكتور. مساء النور. ازيك يا دكتور؟ عامل ايه؟ اتفضلي. الحمد لله. مين معايا؟ طيب. شكرا. مين معايا؟ شكرا. مين معايا؟ معاك رانيا. منين يا رانيا؟ رانيا من السويس. من السويس؟ كتر خيرك انك بتسمع علينا. لا اتفضلي اتفضلي تحت امرك. حضرتك والدتي يا دكتور تعبانه بقالها كتير قوي، وتعبها عباره عن وجع في المعده وتدشع، وبتفرق طول يعني بتفرق زي البركه مع الريق بالعافيه يعني. دي غالبا عندها ارتجاع في المريء. بتقول لها الدكاتره ارتجاع في المريء، بس هي عملت منظار منظار قال لها كويس. طب ممكن تروح لاي مثلا، ممكن تساعد نفسي ما هو ارتجاع المريء في منه نوع. ثواني حبيبتي. ارتجاع المريء في منه اسمه ارتجاع صامت، بيبقى السبب غالبا نفسي يعني، فده احسن حضرتك تعرضيه على دكتور اعصاب. دكتور اعصاب؟ اه يا ست الكل. مش كتر الف خيرك. العفو حبيبتي. العفو. طيب مين معايا يا فندم؟ الو. 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 ايوه مساء الخير دكتور. ايوه فندم اتفضلي. انا ماشي عامل اسكندريه. انتوا سامعين حاجه يا جماعه؟ صوت بيقطع. ايوه فندم. ممكن تبقى تقفي في حته فيها ارسال لو سمحتي. الو حضرتك سامعني؟ اه سامعك اتفضلي. مريم من اسكندريه. نعمة. نعمة من اسكندرية. نعمة من اسكندرية. تمام. اوقف حتى في حد سامع حاجة يا جماعة يفسر لي. طب اعمل ايه؟ صوتك بيقطع يا ست نعمة. الارسال مش واضح عندك يا ماما. حضرتك سمعت كده؟ لا. طب طيب معلش انا بعتذر لحضرتك، الارسال مش واضح ومعلش الحلقه بتخلص فاحنا مضطرين نقفل البرنامج. حضرتك حاولي تتصلي بينا او ابعتي لي على الفيسبوك وانا ارد عليكي. مين؟ نانا سليمان. اخر نقطتين موجودين في الحلقه ومكتوبين على الفيسبوك ان شاء الله. بس ما ممكن تبعت على الفيسبوك الأشعة بتاعتها إن شاء الله. طب أحبائي المشاهدين أنا أعتذر عن نهاية الحلقة لأن الوقت بتاعنا للأسف خلص، الحلقة قفلت على صوابعنا. بنعتذر لحضراتكم. بفكركم إن الفيسبوك هيطلع على الشاشة دي آر مجدي إسحاق أوفيشال، الصفحة الرسمية الوحيدة. بفكركم إن عندنا صفحة على اليوتيوب بنفس الاسم دكتور مجدي إسحاق عربي وإنجليزي. حلقتنا الأربع تسعة مساء تتعاد يوم الجمعة الساعة 5 بعد الظهر. اشكركم على حسن الاستماع. الاسبوع القادم عندنا حلقة جميلة جدا 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 انتظرونا فيها، عشان هنقول لكم حاجات برضو جميلة زي كل مرة ان شاء الله تعجبكم وتنال رضاكم. والى ان نلتقي بكم الحلقة القادمة اجمل وارق واحلى الامنيات. تصبحوا على مليون خير.